فكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مساء الجمعة بأغلبية ساحقة مقترح هدنة إنسانية بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وذلك خلال أشغال جلستها العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة 10 لمناقشة القضية الفلسطينية عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر. ويدعو القرار غير الملزم إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، إضافة إلى إلغاء أمر الإخلاء الصادر في 13 من شهر أكتوبر الجاري، ويرفض بشدة أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا. وفي ردود الفعل حول اعتماد الجمعية العامة لقرار الهدنة، شدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي على أن القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار العربي يجب أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع، موضحا أن الاحتلال الصهيوني لن يوقف أعماله العدائية ما لم يدرك أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية. من جانبه رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني هذا القرار، مؤكدا أن تبنيه بأغلبية ساحقة يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.